يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عنده شهادة فهل يجوز له أن يكتمها أم لا بد أن يبديها ليظهر الحق؟ إذا احتيج إليه فلا يجوز له أن أو طلبت إذا احتيج إليه أو طلبت منه وجب عليه أن يشهد، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إذا لم يحتج إليه ولم تطلب منه فلا يلزمه ذلك. نعم.